يا مساء السعادة والابتسامة على الجميع. أمسي عليكم من مركز الابتسامة الساحرة بالقطيف، جايين نتعرف على خدماتهم ومقدمين عروض مرة قوية نشوفها سوا. موقعهم القطيف، شارع القدس، حي الجزيرة كده، وانت جاي من 35 ديستنيشن الكافي شوب، هنا يصير مجمع الابتسامة الساحرة. طبعا الابتسامة الساحرة مركز متكامل، موجودين من 2013. الأول عيادة الأسنان متى يراجع هالشخص؟ لما يكون عنده ألم أو خلع سن أو شيء. لا، اليوم عيادة الأسنان صارت تجميل، مبسم جميل. أنا طبيبة أسنان عامة، فبنقدم كل الخدمات العلاجية طبعاً، من تركيبات، من عدسات إيماكس، من فينيرز، بالإضافة لعلاجات العصب، العلاجات الترميمية، كل العلاجات السنية بنقدمها حالياً. كثير دكتورة يبحث عن ابتسامة هوليود، بس اللي أعرفه أنا طبعاً لازم تنحتون الأسنان، فهل هذا يؤثر على السن وقوته أو طبيعي؟ هلأ، بالنسبة لعدسات الأسنان بتفرق من حالة لحالة. في حالات نحن بنضطر لبرد كمية كبيرة شوي من السن، تتراوح بين نص لواحد ملي على حسب بروز الأسنان، على حسب الفراغات الموجودة بين الأسنان. كل شخص عنده حالة مختلفة عن الشخص الثاني. بالنسبة للتركيبات، التركيبات أكيد فيها نحت كامل للأسنان، وطبعاً مش كل شخص بينفع له إنه هو يعمل عدسات أو تركيبات. الحالة يلي بتحتاج على حسب التشخيص الأولي للدكتور، هو اللي بيقرر إنه حيحتاج تركيبات أو عدسات. دكتورة، طب ابتسامة هوليود كم تكلف دكتورة؟ هلأ حالياً في ناس ممكن تحتاج 8 أسنان للابتسامة، في ناس بتحتاج 10. عنا حالياً عروض على الابتسامة، فيعني التكلفة بتتراوح بين 8 أسنان ل 10 أسنان على حسب الأسنان اللي ممكن أنت تضطر إنه أنت تعملها عدسات. معاكم الدكتور محمد الخليل، المدير الطبي لمجمع الابتسامة الساحرة. نرحب بكم في مجمعنا الذي يقدم خدمات متنوعة، علاجات الأسنان، علاج اللثة، وإضافة إلى تبييض الأسنان، الحشوات التجميلية، علاج الجذور بأفضل التقنيات وبأقل ألم ممكن، بالإضافة إلى علاج جراحة الأسنان والتقويم بكافة أنواعه وأشكاله. طبعا يا جماعة، الأهم من العروض والأسعار هو جودة العمل، خصوصا في الأسنان يا جماعة. شوفوا لما تدخلون على جوجل ابتسامة الساحرة، شوفوا التقييم حقهم، وهنا آراء المراجعين. ما شاء الله تبارك الله. دكتور محمد غزال، أخصائي تقويم أسنان، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. كم نوع تقويم أسنان موجودين؟ على التقويم الأسنان في نوعين بشكل عام، هو التجميلي أو التقويم العادي المعدني. هذا التجميلي ميزته أنه جماليا أفضل، والمعدني هو بيعطينا الحركات والنتائج المعتادة يعني، واثنينهم بيعطوا نفس النتيجة يعني، لكن كل واحد حسب رغباته واحتياجاته ممكن يختار الشيء المناسب بالنسبة له يعني. جميل. الآن التقويم المعدني هو اللي عليه عرض صحيح؟ التقويم المعدني اللي عليه عرض، نعم. كم بيكون سعره؟ 3200، شامل كل شيء، جميع احتياجات الحالة يعني، ما عدا طبعا الحالات الصعبة، هذه ممكن يكون لها شغل مختلف يعني. جميل، وبالإمكان تقسيط المبلغ طبعا. طبعا أقسط أكيد. دكتور محمود الهمس، يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا، حياك الله. الله يسلمك دكتور. نبغى نشوف بعض الحالات اللي سويتوها. هلا من الحالات اللي احنا سويناها، اللي هي مريض إجانا بدون أسنان، ما عنده أسنان، فقد في الأسنان الأمامية. أوكي. سوينا له أسنانه بالطريقة هاي يعني، جسور جسور على هاي، من الضحك الأول إلى النام. عندك هاي حالة فراغات، بس قبل كانت بالطريقة. هذه قبل وهذه بعد. وهاي بعد صارت. هذه الأسنان اللي فوق كانت عدسات تجميلية، والأسنان اللي تحت هنا جسور زائدا شو اسمه تركيبات. في الجسر القديم هذا ما غيرناه. إن شاء الله استمتعتوا معنا بالتغطية. طبعا مجمع الابتسامة الساحرة نتكلم عن جودة عمل. بعد سنابة هذه بحط لكم حسابهم بالإنستغرام، اعملوا لهم إضافة وتابعوا العروض الجديدة اللي تكون عندهم. تقريبا شهريا عندهم عروض، عروضهم مرة قوية.